على حيامي بعد التجميل الوداع الليلي حبيب قلبي. وصله يا علي وضع الليلي نور الله. هلا طيبين يا اخي، يومين وانا بعيد عنكم قاعد افكر حبيبي. الله يحفظك يا ابو حميد، كيف امورك؟ طيب عساك بخير. الله يحييك. في اشياء تطلع ترى، ما ادري من فين. انزل انزل، في بنوتات فوق ولا ايه؟ يا ابو طرفه انزل لنا برشوت. كويس اليوم في ناس بيستقبلك بالاحضان معاً. احضان مين؟ احضان احنا الاثنين مستشفى يستقبلنا بالاحضان. جرب جرب، خلنا نشوف كيف قدرة الاختصاص العالية. مساكم الله بخير، كيف الحال؟ طيبين؟ والله قاعد افكر اليوم، اقول يومين بعيد عن الشباب اشعر انه في شيء كذا ناقص في حياتي. كيف بعد البرنامج ايش حنسوي بعد ما تعودنا عليه؟ والله مشكله. لازم تحزن تو. محمد يقول ما اقدر، يعني بعد 20 يقول ما اقدر اتخيل الموقف. ولا تقول لي لاني ما بتخيل. خليه في وقته، خلي كل شيء في وقته. بسمع لخبطه العيد. الله يجيب المحيه دكتور. لا بس في 10 ايام قبل العيد، يعني حيشغل واحد العباده وينسى، بعدين يجي العيد وفرحه العيد، بعدين يجي بعد العيد ترجع الذاكره. طيب هو بعد ما يعدي العيد ترجع. مين ضيفنا اليوم؟ ضيفنا الليله ولا ما تبغى تشوف؟ صاحب صوت جميل. لا عارفين الله، احنا عارفين بس صالح اليامي. بس صالح هو جاي في الطريق، يبدو مر بحوادث، يقول ما شاء الله في الطريق الحمد لله وسليم، فاخرته شوي. لكن احنا نبغى نتحدى صالح قبل ما يجي. اها ونسوي تحدي. انا خارج التحدي يعني. لا ما في التحدي، حيكون بين الفرق. ولد حارتنا. خلاص انا اجيب حقك طبعا. ذكريات الطايف. دقيقه يا ابو ايام، دقيقه كلهم من الطايف. ما يعني تحدى كيف يعني؟ ما هو في لون واحنا في لون ثاني. لا بس لازم يكون التحدي في نفس اللون. هو الشيء المشترك اللي بيني وبينه انه انا شاركت مشهد شرق وهو شارك مشهد شرق. طيب هذا اول شيء، اول تحدي احنا بنتحداه، مجهزين له كذا حاجه نشوف تحدي جميل. احنا تعرفوا شغالين على على حاجتين جميله تسويها جمعيه مراكز الاحياء. مشروع يدكم عند البيت ورحماء بينهم. جميل. في شاعر جامعه ام القرى قبل سنتين اسمه محمد عمر الشيخ، كتب ابيات جميله في مشروع رحماء بينهم ومشروع يدكم عند البيت. فاحنا اللي بنتحدى في تلحينها واخراجها بصوت جميل. انا اقترح انه مرعي يكتب لنا بيتين كذا نبطي عشان يسويها شيله. ممكن. ويدي اللي عند البيت من فتره بس هو عنده شيلات وعنده اشياء ثانيه. نكتب له تركيبه يعني شيله ممكن. يبغانا على ما يجي صالح نتحدى. اول شيء صالح، اول شيء انتم كل مجموعات موجودين؟ لا ولا من كل مجموعه في حبه حبتين؟ في حبه حبتين. استاذ فقيها منشدنا ما هو موجود. سيروا مرشدين. اول شيء ما خلق الله منشد، عندنا منشد بديل محمد الشمران. صوتي اشارها شوف غيري. طيب ترى في منشد اسلامي يعني. اللحن الاجمل والاداء الاجمل الان لحنا الان ابو سريع حيكون فيها نقاط. فين مجموعه السقايه؟ هنا. فين الرفاده؟ تفضلوا. فين الوفاده؟ تفضلوا. يلا يا شباب كذا بسرعه حنعطيكم 3 دقائق تكفي. نعطيكم 3 دقائق ونشوف ابداعاتكم، وبعدين حنشوف صالح ايش حيسوي. نقرا الابيات. يقول عشان لا يكون في تقدر تقول. وعلى ما تجهزون ان شاء الله انه الحسابين تبع رحماء بينهم ويدكم عند البيت، المشاهدين الكرام يفللوا لنا الحسابات. ما زال هنالك ناس يعملون، وانتم هناك في بيوتكم في ناس الان شغالين عند المسجد الحرام يدفوا عربيات ويساعدوا المساكين والمحتاجين ويقدموا صوره راقيه وجميله جدا لاهل مكه، وانه هؤلاء اهل مكه. من اجمل العبارات اللي قالها بعض الحجاج والمعتمرين يوم شاف واحد يدفه بدون مقابل ويساعده ويوقف معاه، يقول له انتوا اهل مكه، انتوا اهل مكه، انتوا ابناء واحفاد الصحابه واحفاد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الصوره الجميله اللي تقدم عن امه محمد صلى الله عليه وسلم، وتقدم عن اهل مكه بيسووها الشباب في يدكم عند البيت. ولا الشباب اللي قدموا المبادره الجميله في مواساه وغيرها من المبادرات، في مثل هذه المبادرات كثير بيقوموا بها الشباب في مشروع رحماء بينهم. فالحسابات موجودة أمامكم على الشاشة أحبة الكرام. فالله الله يعني في الإنفاق وفي الجود في رمضان، والحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان.
فنسال الله عز وجل ان يبارك ويتقبل. ها يا شباب اعطونا الابداعات. اسامه فقيه عندكم ال اسامه فقيه طبعا غير متواجد حاليا. الابداعات في عبد الله الشمراني المشهد البديل. البديل بس اليوم اليوم الشمراني مبحوح صوته فلان المشهد البديل الثالث عبد الله عمر المنشز. الله اكبر المنشز. الله اكبر وهو الأبيات يعني الوحش النائم عارفين تقروها كويس افا عليك عندك يقول اسمى حبك ما اعطيت لله وما قد اهديت سارع بالبذل لكي تغدو يدكم ذخرا عند البيت. الله الله هذا الاول تاكد لي بس يعيد هذا اسمى حبك ما اعطيت لله وما قد اهديت اعطيت اهديت سارع بالبذل لكي تغدو يدكم ذخرا عند البيت. هذا محمد عمر الشيخ شاعر جامعه ام القرى قبل سنتين شاعر الجامعه فاز باللقب للخير دأبهم فاز بهذه الابيات. ايوه هو لا ما فاز لا لا هذه تو كتبها شاعر جامعة ام القرى فاز بها قبل سنتين في منافسة كانت بين الشعراء والله خصهم فابذل وكن مثلهم ما يحتاج وكن فابذل مثلهم رحماء بينهم. الميم ساكنة ولا مضمومة؟ ساكنة دأبهم الميم الساكنة والتنوين تعرف احكام الميم الساكنة؟ نعم بس انه ما افضل لو كانت طيب. الخير دأبهم والله خصهم وهنالك احبتي الكرام وسائل تواصل وتبرع كثير واحده منها الاتصال وفي ارقام الحسابات ايضا تظهر معكم الان ان شاء الله على الشاشه لمن اراد ان يتبرع لمن اراد ان تكون له يد عند بيت الله الحرام تبذل وتعطي وتقدم للزوار ولحجاج بيت الله الحرام فليكن له هذا البذل والاجور مضاعفه في رمضان وكذلك مضاعفه في مكة المكرمة عند المسجد الحرام فمضاعفة على مضاعفة وأيضا بالنية الطيبة إن شاء الله تضاعف الأعمال الصالحة وأيضا الرحماء بينهم غير يدكم عند البيت ينتشر بين أهالي مكة ويقدم لهم الخدمات كم من يتيم أدخلت عليه البسمة وكم من مسكين ومحتاج كانت له مساعدة وكم من عاجز سوعد وكم من واحد من الناس مسن في دار رعاية مسنين مثل ما فعلوا الشباب نسيوا أهله وابتعدوا عنه فجاء هؤلاء الشباب وأعادوا له البسمة وأشعرون الدنيا لازالت بخير ونحن نقول دائما الدنيا لازالت بخير ببذلكم وتضحيتكم وما تقدمونه بحول الله عز وجل ولنتأكد بأن ما عندنا ينفد وما عند الله باق. هاي فهد لحنت ولا لا؟ شو اخبارك امام السنة عليك انت نزلت من فوق ولا؟ يعطيك العافية بس ما ابغى تقاطعك يا دكتور. الله يسعدك حبيبي بس قد بشوف فوق مايكك مقفول اظني انا مفتوح من اليوم سامعين فهد كويس؟ الو كويس؟ كان مقفول الحين تمام ايوه تفضل طيب. كيف نزلت لنا من فوق؟ انا طلعت فوق في الدرج قلت بس اشوف استكشف يعني اللي موجود فوق طيب عسى لقيت لقيت في ناس موجودين ناس يصورون تصوير جوي يعني من فوق ايوه كويس الله يعطيك العافيه والله بخير كيف اموركم؟ كيف البنيه؟ والله ماشي ابشرك الحمد لله طيب الله امرك الحمد لله الحمد لله يلا يا شباب نبي نسمع من المجموعة الجاهزة طبعا اللي انتهوا اسرع واللي قدموا شيء افضل هذه كلها نقاط داخلة في التقييم في نقاط يعني؟ اكيد فيها نقاط سأطالب بأن تدخل هذه المنافسة في النقاط يا علي جمع نقاط نشوف ها مو حتى الحضور هنا في الكرويتة عليه نقاط نشوف من المجموعة اللي حاضرة وجابت كوادرها وجابت طاقمها يلا اعطونا اللحن شوف بسم الله لا 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 ممكن واحد وبعدين الثاني هناك هناك ابدوا فيهم حالك يا دكتور خالد شوف طيب بسم الله جاهزين شوف طيب اسمعوا يا شباب للخير طبعا نجومكم اظن مجموعه من الشباب راحوا يعتمروا اليوم اي نعم اسامه الفقير اسامه في الولاده علي الغامدي ياسر سعد وياسر ياسر اي نعم من كل مجموعه واحد نعم ما شاء الله تقريبا لا اثنين من مجموعتهم واحد مجموعتنا بس الله يتقبل يا رب اقبالكم سويتوا العمره ولا بعد؟ والله بعد لا الحين بعد البرنامج ان شاء الله ولا زي كذا كل يوم يختاروا مجموعه ايه لا ما جاني تصريح انا كنت بروح انا بس تصريح تاخر الله يسهل لكم يلا يا معن بسم الله يلا بسم الله سماع يا شباب سماع فمعن سيطربكم انا ببدا برحماء بينهم يلا طبعا احنا اخترنا لحنين واحد على الكرد والثاني على العجم الله الله هات فنبدا برحماء بينهم بسم الله للخير للخير دأبهم والله والله خصهم للخير للخير دأبهم
والله والله خصاهم فابذل وكن مثلهم رحماء رحماء بينهم رحماء رحماء بينهم. سلام يا سلام. أقول اللحن الثاني جاهز؟ جاهز التحميل جاهز. ما شاء الله يلا يدكم عند البيت على العجم. لحن العجم فرح يلا هات الشغل الفاخر. الليلة ليلة فنية حتى الترويج للمنتج بطريقة فنية وإبداعية. الفن يقدم رسالة عظيمة. قدم بالفن رسالة يا معن هات. أسمى حبك ما أعطيت لله وما قد أهديت سارع بالبذل لكي تغدو يدكم ذخرا عند البيت. أسمى حبك ما أعطيت لله وما قد أهديت سارع بالبذل لكي تغدو يدكم ذخرا عند البيت يدكم ذخرا عند البيت. ما شاء الله الله يبارك. الله الله. أهلا وسهلا. يا مرحبا والله. هذا منتج جديد ندخيل للعود والخرق. منتج جديد. الخرق الخرق. ترى على فكرة هو عاملها مفاجأة أي خوفكم أنت وصار. تعال يا محمد الشبراني. تعال بالله. هو على فكرة كان بإمكانك تجلس هنا تستريح. يلا بسم الله. يلا علي قم حاول تطلع يا علي اطلع علي حاول تطلع. انا مت ايش مات تطلع علي اطلع يا علي اطلع علي اسمع تشهد قاعد يسمع اطلع علي اجلس احمد المنتج الجديد للدخيل العود يا اخوان الله يحييك اسمه انت هذه قوي والله يا اخوان معرك الحين وصل تعال يا محمد تعطيه لا وقوفا دي المره خلنا نشوف لا شوف خليه بدون يعني هي جلسه محمد اللي تخليه ينكتب يعني في هواء دحين داخل من تحت كان يا شباب ترى صالح هنخليه يرد عليكم بس انتوا وشيت تستقبلوه استقبال ايوه كذا بشيله ولا بنشيد ترحيبي وبعدين نقول له هيرد عليهم. جاهزين جهزوا كذا حاجه فخمه. يلا انتوا اي مجموعه يا معن انتوا اي مجموعه؟ احنا الوفاده. انتوا الوفاده. الوفاده حتاخذ القاب. خليه يدخل. يلا يا شباب اذا جاء صالح اعطوه استقبال. ها في شيء؟ يا بسرعه بسرعه يا لا خلونا نجهز الاستقبال صالح اقول كذا نشيد استقبال ولا شيله ولا مين يفرح زينا دندن الخير دابو مين يفرح زينا تفضل ايش بتقول او ليلى جهزوا ايش حيقولوا دابوهم او ليلى مرحبا يا الغالي عسل وعسل عسل او يلا صالح وصل يلا حي اسمع علي يلا لا تحرك لقيت الطبل مثلهم احلى نغام يا لا 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 تجيب شغله من معي لا تتحرك هلا لا 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 مرحبا واهلين يا صالح هلا خلي بعد واهلين يا صالح هلا خلي بعد ما الوفاد اخذ مقاط يلا شباب يلا شباب يلا شباب ولا لا ولا لا ما اعطيتونا ما سمعتونا شيء او لا اله او لا اله للخير دأبهم نعم والله خصهم الله فابذل وكن مثلهم رحماء بينهم الله للخير دأبهم الله والله خصهم فابذل وكن مثلهم رحماء بينهم يا سلام رحماء تمام يلا يلا هات الاولى انتوا اي مجموعه السقايه انتوا السقايه والسقايه بعد اسمى حبك ما اعطيت لله وما قد اهديت سارع بالبذل لكي تغدو يدكم ذخرا عند البيت
أسمى حبك ما أعطيت لله وما قد أهديت سارع بالبذل لكي تغدو يدكم ذخرا عند البيت يدكم ذخرا عند البيت الله الله يا سلام انتوا السقاية السقاية والسقاية كمان حياخذوا نقاط جميلة ها عندكم شيء؟ جاهزين؟ أهم شيء النقاط ولا بعد الفاصل؟ جاهزين ولا نطلع؟ جاهزين يلا اعطونا عشان نطلع الفاصل وسعوا وسعوا ونستقبل تفضلوا وسعوا يلا يا محمد الشمراني فرصة تصير منشط فرصة جاتك على طبق من ذهب لا تضيعها صوتي رايح فيها دكتور خالد معليش تفضل تفضل هات للخير 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 والله تمام والله صارت ذكرتني بالصيحات يا والله دكتور خالد نكبتني للخير للخير لا انت حبيبي الدخول هذا اما الدخول العنيف هذا هذا القدر يلا يلا اصبر يلا يلا علي لا تطلع ممكن ناخذ واحد سلف من الفريق الثاني ما في مشكله اذا وافق يلا قولوا معي وراي ها يلا للخير 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 دأبهم للخير دأبهم والله 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 خصهم والله خصهم قسم بالله لكم جراء يا اخي ما يصير تخلوا الرجال يطلع لوحده فين انا صار حالي وكمان ادعم يا جماعه قسم بالله ما ينفع كذا ادعموا انا صوتي مبحوح حالتي حاله وفوق كذا قاعد واحد ياثر على نفسه خلاص والله ما قصرت اشهد انك يا بيض الله وجهك يا ابو حميد ما قصرت والله اكرام اللي خاطرك والله يا دكتور خالد بالخير بالخير هات طيب هات لازم ضيفنا وصل هات هات يلا حي يلا يا شباب يا لا اله لا اله يلا يا لا اله مرحبا يا الغالي لا اله الله عسل عسل اه يلا صالح وصل يلا حيو 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 دندنا يا دندنا مين يفرح زينا دندنا يا دندنا مين يفرح زينا دندنا يا دندنا مين يفرح زينا دندنا مين يفرح زينا او يا صالح يا رب البهات او يا صالح يا موج البحر كمل معك صالح يا موج البحر دندنا يا دندنا مين يفرح زينا 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 لا اله لا اله مرحبا يا الغالي الله لا اله لا اله لا اله لا اله مرحبا يا مرحبا الله يعافيك يا مرحبا الله يعافيك يا مرحبا مساكم بخير كيف الحال سلام مساكم بخير كيف امورك طول عمرك طيب الله يعافيك يا اهلا شلونكم جميع يلا مساكم بخير كيف امورك طيب ان شاء الله مساك طيب الله يعافيك طول عمرك الله يعافيك اخباركم جميع مساكم طيبين الله يسعدك الجو زين ما شاء الله والله شكلها مكيفات الصحراويه يا عندي اللي يسوي شغل كل شيء يخلي الجلسه تحلو الجلسه تحلو معك الله يعطيك العافيه الله يحييك احنا في اعتذر عن التاخير ما بطمن جاء والله طول عمره والثاني جابني واحد يقول انا من هالمكه وما ادري ايش اخذ لك ابني لفبك مكه كلها والله الجلسه هذه برعايه مين يا طيب احنا في عندنا هذه الفقره زي ما احنا عارفين برعايه الدخيل للعود وحقيقه الدخيل للعود يفاجئنا كل يوم بمفاجات الله ومنتجات جميله هذه الفقره برعايته فاحنا حابين نقدم لك احدث منتج للدخيل للعود لن تجده في اي محل من محلات العود واليوم سندشن هذا المنتج الجديد عندنا منتجات جمعية مراكز الأحياء رحماء بينهم ويدكم عند البيت لكن منتج الدخيل العود هذا حصري باسمي نسميه صالح اليان وليش لا تفضل يا منتج الدخيل العود ما تخلون الواحد إلى منتج بسم الله رحمة يا أخي هذا منتج جديد طيب العطر اللي طب العمر عطر منشفة
هذا المنتج الجديد الحمد لله على السلامه. طيب حتى يتظبط المنتج الجديد راحت نستاذنكم عطري غسل نفسه حتى يتظبط المنتج الجديد نستاذنكم نطلع الفاصل ونرجع مع صالح اليومي والليلة الفنية الجميلة الاجتماعية هذه. نطلع الفاصل ونرجع. مكة الهنا حياكم الله من جديد في الكرويتة، الجلسة الجميلة الرائعة اللي نسعد بها مع الشباب بصفة شبه يومية. غبنا اليومين الماضية أو غبت أنا، كان ربما فعاليات الكرويتة مستمرة. والفقرة هذه دائما نذكرنا برعاية الدخيل العودي اللي يقدم لنا هدايا، ونذكر ونرحب بضيفنا المنشد الجميل ولا الفنان ما أدري إيش الاسم اللي هو يحبه صالح اليومي. الله يعافيك، الله يطول، الله يحييك يا مصلح، الله يبقيك جديد وشرفتنا وانستنا. الله يسعدك، امسي عليكم بالخير وعلى الساده المشاهدين وعلى الجميع، وان شاء الله نقضي امسيه جميله مع الشباب. الله يرضى عليك ويحفظك. الشباب استقبلوك كذا استقبال مكاوي جميل ببعض الهزيج المكاويه، فانا قلت الحين صالح حيرد عليهم يعطيهم وحده، فخلنا نسمع كذا رد جميل. والله شوف الحمد لله بما اننا عايشين في المنطقه الغربيه بنقدر نرد عليهم، لكن لو كنا نتعرف أهل مكة أهل طرب الفن يعني. في أنا قبل يومين شفت لقاء لأحد الفنانين يقول إنه الأذن المكاوية غير الله. نعم يعني حتى تميز اللحن، تميز تعرف الفنان من غيره، تعرف المنشد اللي صوته مظبوط اللي حق استديوهات. ف لا وانت ما شاء الله طيب، وانت اليوم في مكة أرض أيوة تجمع كل الخيرات. أيوة والله الحمد لله، واحد الخيرات الفن. اي نعم. نبغاك ترد على الشباب باللي تبغاه، وهم حيطلعوا معاك ترى يردوا. طيب نشيله بس شيء مكاوي ولا ايش اللي يعني تبغاه؟ ايش بكم معاك على كل طيب خطوط الشباب؟ هم ترى متفقين عليك الشباب، يبغون ياخذون ما معك اليوم كله ثم يقولون مع السلامه بمال الله. يبغون ياخذون ما معك كله. طيب نعطيكم مجس حجازي. يا سلام، هات اهداء لل الشباب الموجودين والسادة المشاهدين. متى يا كرام الحي عيني تراكم، متى يا كرام الحي عيني تراكم واسمع من خلف الديار نداكم، امر على الابواب، امر على الابواب من غير حاجة لعلي أراكم، لعلي أراكم أو أرى من يراكم. يا مرحبا ترحيب تشان هاشان، ترحيبة بأهل الوفا والجمايل، ترحيبة تبقى على مر الأجيال، مضمونها سلم الجدود الأوائل، مضمونها سلم الجدود الأوائل، سلم الجدود أهل الفخر سر وعلان، سلم يشرف والفعايل دلايل. والله يحييكم يا دربين الإيمان، في ليلة تجمع رجال الفضايل، ليلة فرح والطيب والقدر عنوان، من بينكم يا كاملين الخصايل، والليل هذا غير والصدق برهان، فيه الغلا
والشوق والشك زايل فيه الغلا والشوق والشك زايل. ما شاء الله ما شاء الله. هذه بداية عسى يعني بس الرد وافي بس الله يرضى عليك ويعطيك الصحة والعافية يبارك فيك. طبعا احنا نذكر لشاهدنا ونذكركم ان احنا السهرة الليلة زي ما كتبت انا في تويتر فنية واجتماعية، حنسمع فن وبما انه احنا هدف البرنامج هدف اجتماعي والتواصل الاجتماعي حندخل شوية في قضايا اجتماعية ويمكن نكشف بعض الاشياء. شيء جميل. دائرة الضوء هذه مو انا تذكرت دائرة الضوء اللي كانت مع الشباب الحين، الحين نخلي مرعي يطلع دائرة الضوء، انا اعرف انه سلطان رايح في الحارة عندي. عاد مرعي لا التزم الصمت ممكن نقلب يطلع العلوم كلها. قبل كم سنة كنتوا جيران؟ طبعا سلطان الحارثي كان في الطائف وكذلك صالح من اهل الطائف ديرتنا واحبابنا، انا في الطائف ما سكنت فيها لكن اهلي وجماعتي كلهم هناك. ترى خالد ونعم والله الله يرضى عليكم يستاهل. فهات يا سلطان. لا انا بلتزم الصمت ما لا عندي لا ما عندي الا فضايح انا ترى بخلي صالح يعطيك ابد خضراك بامر في اشياء تذكر وفي اشياء ما تذكر. الجميل ان قبل كم سنه كنت جيران اول شيء؟ احنا في حاره في حاره واحده يعني تقريبا. قبل كم سنه انت رحت الرياض؟ انا تقريبا هو راح امريكا قبل كم سنه لي تقريبا 10 سنوات في الرياض. في الرياض يعني قبل 10 سنوات. قبل 10 سنوات تقريبا. صالح قريب راح امريكا طبعا. الوالد ابوي يعرف ابو سلطان الله يطول عمره عمارهم جميل الله الله. ف بعد طلعوا عند البل ما ادري، فابو سلطان كان موجود فهم في نفس الحي وفي نفس المكان يطلعون عند الغنم وعند البل ما شاء الله. فالجميل ان صالح وعائلته عائله محافظه عسى الله يطول في اعمارهم عمرك الله يحفظك. و في مسجد في الحارة نعم يجول للناس من آخر الدنيا. أنا من آخر الطائف. المسجد هذا في حي الأنصار جامع الأنصار. جامع الأنصار على طريق السيل. فكنا دائما نتجمع احنا والشباب من حي الثقافة في الطائف على طريق السيل عشان نروح نصلي عند ناصر أخو صالح. أخو صالح هو الإمام. هو إمام وخطيب الجامع ما شاء الله. فكان يعني هم عائلة أصوات جميلة أولا ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. وكنا نتجمع احنا والشباب عشان نروح نصلي في الجامع. فهذه من الذكريات الجميله. طيب هذه الذكريات الحلوه. كان في مواقف كنت تعرف صالح في ذيك الايام؟ لا والله. لا والله انا ما اعرف ما كنت اعرف صالح لكن اعرف الوالد واعرف اخواني. صالح بذاته يعني ما حصلت مواقف صغير ما حصلت مباراه ما صار شيء صغير صالح كنت اشوف احس انه ستوب كذا. صالح تتذكر سلطان؟ ما كان له مشاكل. لا والله ما كان مشكلة للأسف. أنا ما كان علاقة يعني مع سلطان لكن اللي ذكره طيب يعرف. لا كان أبوه ولا كان هو. الله يسعدك. فزي ما قلت لك كنا في حارة واحدة وكذا أو في حي واحد. يعني ما حصل هواش مشاكل. لا ما تقابلنا. دور شيء يا جماعة. ولو تقابلت أنا وياك واحد مشكلة تقابل حارة أنا وهو. لو تقابلنا أنا وياه ما كان جلسنا جنب بعض. يا لطيف. قابلنا مشاكل. يعني كذا تنقر صورة على أهل الطائف إنه ما عندنا بغير المشاكل. لا شوف لا مشاكل لا 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 المشاكل إذا جات المشكلة. إذا جات المشكلة طال عمرك يطلع لك أهل الطائف مميزين خلاص. ما في إلا صواطير. ما في مضاربة باليد. لازم في آلات. لازم في آلات. طائف لازم أي شيء. اختراع. جنبك. لو أفسخ الشماغ أنا وصالح بتبان ال. تبان الحرفية. تبان العلامات اللي موجودة في الداخل. جدا. طيب نرجع اذا ما تخبرون بعض ما تذكرون بعض نرجع للذكريات شوي في ايام الطائف يا صالح. ايش الذكرى اللي تذكرها الجميله في الطائف مع الجيران؟ موقف جميل حصل لك مع احد الجيران غير سلطان ما زلت تذكره؟ احنا يعني من اهداف هذا البرنامج حقيقه تفعيل العلاقه مع الجيران والاواصر والتواصل والشباب ما شاء الله بينهم من العلاقات اللي توصل احيانا بعض الاشياء. فذكرى حلوه اعطينا مع الجيران يا صالح. والله ما يحضرني شيء لكن في مره شاركت في مسابقه ما تذكرها وتكون عشان صوتك واصل اللي كانت في مصر. اي نعم هذاك اول اي هذاك اول برنامج تقريبا اطلع فيه اعلاميا. شاركت في منشد الشارقه برضو. اي نعم بس بعده اي بعده بعده ف واحد شارك قال ترى في برنامج اسمه صوتك واصل او ما ادري حول الكلام هذا دق عليهم وسمعهم صوتك وفي لجنه وفي واحد موسيقار موجود في البرنامج ويرشحك. قلت فرصه خلينا نجرب. كنت على ثالث ثانوي الظاهر. اخذت الرقم ودق 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 انا في البيت. المهم الوالده وصتني قالت روح البقاله.
طلع لا اترك الاتصال والبرنامج بس طلعت من البيت الا قال السلام عليكم معك قناه كذا كذا نص دقيقه وانت على الهواء انا كنت معلق في النص لاني اللي في البيت ولاني اللي في البقاله يعني شو اسوي لو الحاره كلهم الجيران كلهم قاعدين برا ارجع البيت المشكله النفس يبغى لي اجري ولا قلت اقول ما لها الا السياره اروح ادخل في السياره واسكر عليه كويس في مكان تدخل فيه طيب المشكله السياره وين السياره قدام الشباب كلهم تقريبا 20 واحد جالسين هناك وعارفين يعرفوك اي قالوا ايش عندك ما ادري قلت لهم لا حد يجيني لا حد يجيني ادخل السياره شويه الا احط السبيكر كذا طبعا حتى السياره كان فيها مشكله في القزاز كان نص صفا ما ينزل القزاز ما يطلع مازدا خضراء مدينه 84 نسميها البقره الضاحكه المهم اني حاط الجوال كذا وقاعد اسمعهم وسمعتهم موال العالم يطالع زي ما تقول يسمعون صوتي يبي يجوني اقول لهم لا تجوني يعني مو هم عارفين ايش السالفه ما هم عارفين ايش السالفه لكن الحمد لله يعني توفقت في ذاك البرنامج سالوني ايش سالفتك احنا قلنا انت مجنون ذا يسولف مع نفسه حاط الجوال يقعد يغني قلت هذا السالفه هم يعرفونك من اول انك تنشد بالحاره يعني نعم قالوا جاته واحدة من الحالة قالوا هذا الآدم شكله مهجني ولا سالفته وبعدين بسال الحارة ياسر دعموك في التصويت والله ما قصرت فيهم لا والله ما قصروا كان فيها تصويت أذكر كنت ترشحت من السعودية طبعا على مستوى الوطن العربي كله فمن السعودية اثنين أعتقد أحمد المقيط أو محمد المقيط الشرقية وأنا وفي مجموعة من المغرب والإمارات لازم كل بلد واحد فاشتغل التصويت هل شفتوني في السيارة صوتوا لي للحين وما قصروا ما قصروا معنا الله يرضى عليك تفضل يا ناصر جانب البر في الموضوع سبحان الله يوم سمع كلام الوالدة وراح البقالة سبحان ربي فتح له يعني وجه ما شاء الله صالح وين وصل ما شاء الله تبارك الله كانت منطلق نجومية سبحان الله البر وين يوصل يعني ما شاء الله تبارك الله الله يوفقك يا صالح صالح لو رجعنا شوي للبدايات ما شاء الله تبارك الله صالح بدأ ثم أراد الله عز وجل للانطلاق يمكن قصتك والتجربة وأهم الدروس اللي فيها حقيقة يحتاجها أي واحد بادئ على بداية الطريق فلو حبينا نحط كذا محطات في ما شاء الله الوصول للنجومية اليوم ما شاء الله تبارك الله صالح فيديوهات نساك موتك 8 مليون وزيادة وتبدي قربت 7 مليون ما شاء الله رغم أنها أقل من شهر وإيش دكتور خالد وإيش صالح يقول لك إيه احنا ناطقنا بالجنوبي واتبدي لكن الأصلية واتبدي أين ما شاء الله قربت والفيديو الأخير والفيديو كليب ما شاء الله قرب 200,000 أظن كان له 3 أيام نعم فقصة النجومية هذه حتى وصلت لها لو في محطات يستفيد منها اللي بيبدأ الخط إيش ممكن نقول أول شيء أنا أسألك أنا من اليوم أنا أقول للأستاذ خالد أنا أعتذر أعتقد أنك خط الدكتوراة ولا من أخوك وحبيبك خالد دكتور خالد على بركة الدكتوراة الله يبارك فيك يا رب الشيء الثاني أفرح بك إن شاء الله إن شاء الله الشيء الثاني بالنسبة لل يعني بداية أي واحد يعني في أي مجال كان سواء كان إنشاد أو تمثيل أو أي ففيها معاناة لكن فيها إصرار إنك تصر إنك يعني كانت تقريبا بدايتها الفعلية طبعا أنا قبل ما أنقل الطائف كنت في الرياض فكنا مشاركين على مستوى المدارس أوبريتات وكذا والحمد لله حققنا في أوبريت كنت في كلية الملك عبد العزيز الحربية خارج الرياض أخذنا الأول ما شاء الله وأذكرها الحدث اللي هو عام 2000 في الانتفاضة الفلسطينية الأولى أو الثانية أعتقد وكلمات الدكتور صالح العشماوي عبد الرحمن العشماوي والحمد لله أخذنا المركز الأول فمن هذاك النقطة انتقلت الطائف طبعا جينا الطائف اختلف الموضوع شوية اختلفت البيئة فالواحد ما يجد البيئة اللي كانت فيه يعني تعرف أنت تقعد تبني سنوات بالأخير تجي بيئة جديدة فعانينا شوية في الثانوية لكن في الجامعة انطلقت الحمد لله ما شاء الله كان فيه زي ما تقول دخلت في الكشافة والجوالة فالنشاط يبرز الموهبة الحقيقية سواء كنت الرائد الأول أظن ما شاء الله الحمد لله عشير الجوال أي نعم مع ذلك ما شاء الله تبارك الله تخرجت الأول على دفعتك في الحاسب الآلي أي نعم الحمد لله ما شاء الله أنت من جمع بين الاثنين ما شاء الله الحمد لله يعني ما شاء الله عليه صالح كان متميز في النشاط الرائد الاول للجواله والاول على دفعته وبعدها على طول عينت معيد اي نعم فتخرجت من الجامعه عينت معيد ما شاء الله الحمد لله ما شاء الله طيب انت في البدايه خلينا ندخل شويه بعدها كانت لسه ما وصلت للشهره قصه بدايه الشهره اظن بدات تنتج فيديو كليبات خاصه على حسابك قطر السحابه وغيرها نعم. نعم وبعدين هل انت حسيت انه الفن هذا الشيلات حبيت انت تتخصص فيه وهو الطريق اللي ممكن يوصلك
كذا اعطينا شويه تفاصيل. والله شوف الشيلات هذه انا موضوعها كبير جدا، لكن حنا يعني اتكلم في السعوديه انك تغني او تنشد من تراثك راح يطلع يصل للبيوت الكبير والصغير للرجال والنساء، فهذا اللي جربناه في الشيلات. فشغله الانتاج مثلا اول فيديو كليب رسمي اللي هو قطر السحاب، طبعا كان في تجارب قبلها. انت انتجته على حسابك؟ اي نعم على حسابي، كان في تجارب قبلها، لكن الواحد لازم انه يمر بتجارب يعرف الخطا والصح. فعرفت انه الجو هذا اللي جو زي جو قطر السحاب، نساك موتك او اعمال قادمه ان شاء الله، جو الشلات انه هو الجو السائد هنا. جميل. فالواحد اذا ما تعب على نفسه ما حاول انه ينتج بنفسه ما بتجيك الشركه تطق بابك تقول تعال. طيب ناخذ سؤال ونطلع طيب. الفاصل تفضل يا سلطان وبعدين عبد العزيز. المشكله انه انا وانت يا صالح والشباب في الطائف نعم. وفي مكه عانينا من مسألة إنه الإعلام ما خدمنا. أنا أبغى أسمع رأيك في هذا الموضوع، يعني الإعلام في الرياض يفتح لك مجالات كثير، لكن أهل الطائف وشباب الطائف محصورين في على قولتهم محشورين في زاوية. صح. فأبغى أسمع رأيك في هذا الموضوع. هذا ذكرني في أحد المربين عندنا في الطائف. نعم. يعني قال كلمة قبل ما أطلع في الإعلام. يقول انه اكثر اللي يطلعون من الطائف يطلع برا الطائف تلقاه يكون قائد، يكون اعلامي، يكون كاتب، يبرز اعلاميا، وهذه فعلا حقيقه. لكن يوم يكون في الطائف ايوه يوم يكون في الطائف هو طبعا كلمني بعد منشد الشارقه قال انت كسرت الحاجز. فعلا انا ما لا انا من الرياض ولا انا من مكه، انا من الطائف ولا زلت في الطائف يعني ساظل في الطائف. اهلك ما زالوا الحمد لله في الطائف وساظل في الطائف يعني. نعم. فشغله انه بعد منشد الشارقه طلعت منشد الشارقة ويعني كان تقريبا هي البداية، فاتصل بي قال أنا أهنيك إنك كسرت الحاجز هذا اللي كان موجود عند المجموعة. صح إنه ما في وسائل إعلام تخدمك، لكن واحد إذا ما خدم نفسه بنفسه مستحيل أحد يعني يطلبك، ولو إنك يعني في مدينة إعلامية، لو إنك في مدينة إعلامية ما حبيجيك. تشوف إنك صحيح. تعبت في المرحلة هذه؟ والله الواحد يتعب يطلع يعني يحاول إنه يظهر نفسه يعني. مسابقة مثلا هذه ترى كانت بدايتها صوت هذه اللي كانت في القاهرة، بعدها راحت الشارقة، بعدها في الرياض، بعد الواحد بينتج فيديو كليب بإصرار يقدر يوصل، دفع فلوس وانتج الفيديو يعني كليب. حتى لو انك في الطائف مثلا وعندك برنامج مثلا يوتيوب او اليوم على اليوتيوب ما في شيء. بس بعض الشباب في الطائف اعرفهم مبدعين متحطمين الى الحين يعني اليوتيوب ما خلى شيء. انا معك النقطة هذه، اليوتيوب ما خلى شيء. انا اعرف شباب في الطائف يعني، بس كانت الشغلة هذه حاجز عندهم يعني. اذا وضع الحاجز عنده انه والله انا بما اني في الطائف ما راح اتحرك اني اروح مكه ولا جده ولا الرياض، مستحيل. يوتيوب في كل مكان الان، مكانك راوح. طيب ما بيتطور. واحنا الفاصل يلاحقنا، نستاذنكم نطلع الفاصل ونرجع نكمل مع صالح اليامي ومع الشباب والليله الجميله هذه الفنيه الاجتماعيه. إيه. حياكم الله جميعا مشاهدينا والشباب مع مبدعنا صالح اليامي مره اخرى. صالح سلمك. انا عندي اشياء كثير، ويمكن انا عاشرت ابو صلوح من البدايات، لكن ودنا نسمع من الشباب. دائما نقول صالح هو المبتعث اللي يعيش بيننا حقيقه. ما شاء الله تبارك الله، يمكن اكثر مبتعث يتردد على السعوديه. اكثر واحد اكثر واحد استفاد من فرسان. عنده أميال مجانية كثير ما شاء الله تبارك الله. طيب عبد العزيز كان قبل الفاصل عنده سؤال، تفضل عبد العزيز. بركة إني أداركت في النهاية، نسيت. كنت ناسيه؟ طيب الحمد لله. أنا من المعجبين بصوتك ما شاء الله. الله يسعدك. من النادر إنك تلقى واحد يجمع بين الفن والدراسة ما شاء الله تبارك الله. في كليب لك اسمه سريني، هذا نزل ولا باقي لسه؟ حصريا إن شاء الله في العيد. بإذن الله. العيد لازم يكون في شيء حصري. ما نقدر نسمع منه شيء الحين. أيوه هو هذا، لازم يكون في شيء حصري للبرنامج. لأنه فيه في لعيون الشباب. أنا سمعت كله. لازم في شيء حصري. والله على راسي. لازم شيء حصري للبرنامج. بسم الله. طبعاً هو فيديو كليب من يعني من أضخم الفيديو كليبات اللي قد سويتها يعني. تابعت ما شاء الله حلو جداً. تصوير. وين شفت؟ أنا شفت كل شيء.
وين شفت الكويت؟ المخرج خوي. يلا يا ابو صلوح سمعنا بيتين بس كذا. حتى انت سرني يا وجد عيني على شوفك يا سيد كل المحبيني يا نجمة الليل والقمر لديار الأحباب سرني يا وجد عيني على شوفك يا سيد كل المحبيني يا نجمة الليل والقمر لديار الأحباب سرني غالي ويسوى نظر عيني ومن حبها حب جدانا يا نجمة الليل والقمر لديار الأحباب سرين وغالي ويسوى نظر عيني ومن حبها حب جدانا يا نجمة الليل والقمر لديار الأحباب سرين ويا وجد عيني على شوفك يا سيد كل المحبيني يا نجمة الليل والقمر لديار الأحباب سرين وسريني يعطيك العافية. ترقبوا الكليب والله يا بني. طبعا الاخ العزيز موصلني وفي اتفاقيات بيني وبينه هو ممكن يكون منتج العمل اها فلكن كسرنا الاتفاق لعيونكم الله يرضى عليك عسى الله يوفقك الله سلطان ما رد لها هذا العمل اللي حنشوفه في العيد ان شاء الله باذن الله طيب ترقبوا السريني باذن الله بيض الله وجهك طيب صالح انت الان مبتعث في امريكا قد عشت رمضان في امريكا ولا كلها ما شاء الله في السعوديه لا والله عشت مره واحده ابغى اجرب انا من النوع اللي احب اجرب ما شاء الله طيب حكينا على التجربه هذه كيف كانت تجربه غير جيده صراحه وين اصلا واحد عزاب يا جدا والله هي كانت مو رمضان الماضي تقريبا قبل سنتين 15 ساعه اي نعم كان تقريبا كم كان الصيام كم ساعه 16 اي نعم وقت دراسه بعد كان في المعهد معهد اللغه فقلت للشباب في مدينك ايام لوس انجلوس ولا كنت في شيكاغو شيكاغو اي نعم فقلت للشباب خلينا نجرب نصوم رمضان السنه دي طبعا 10 ايام مو كل او الظاهر 15 يوم بس صراحه يبغى لك تركز على شغلتين على شغله واحده اما الدراسه واما رمضان والطبخ والطبيخ غيرها ما ينفع الا اذا انك متزوج هذا شيء ثاني فاغلب وقتنا كله نطبخ وناكل والسحور الدراسة الله يخلف عليها خذنا لنا اعذار وزبطت الامور لكن طبعا داومنا في البداية لكن ما تحملنا صراحة يعني سحبت على المعهد ترجع تقريبا الساعة 4 العصر الجو كان حار وكان حار والصيام كان وقت طويل والصيام وقت طويل وما في زاد وما في الا مطاعم هندية تقطع بطنك قطع يعني وش تسوي؟ اما انك ترقد وتقوم وتطبخ لنفسك ولا انك قاعد بالجوع اي نعم بس ميزة المعاهد انهم يعطونك اسبوع اجازه مو اسبوع اجازه اسبوع عذر انك تغيب احنا حطينا الاسبوع هذا قلنا لا سمح الله ممكن ما يناسبنا الوضع في رمضان وضبط يا سلام مش الحال والله جالسين نتكلم احنا الشباب يا دكتور ولا صالح والاخوان جالسين نتكلم عن المبتعثين وحالهم الان في 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 خارج المملكه في رمضان خاصه هذه الايام النهار طويل عندهم نعم نقول لهم لازم انهم يا انهم يشوفون لهم دبره ويتعلمون الطبخ خاصه العزابيه الله يعينهم ولا انهم يرجعون ولا انهم يرجعون والله شوف انا وبعدها اظن انت قررت خلاص ما في رمضان في امريكا كلها خلاص توبه صيفي ما عاد فيه التجربه شهرين السعوديه وما عاد نعيد انا اعرف شباب هناك مبتعثين يعني تطالع فيه تقول والله انت ما تطبخ لو شيخ ايش يعني مستحيل انك تطبخ انت اعرفهم شباب اعرفهم اعرفهم في السعوديه قلت طلع انا ما با اتعلم هنا صار يعرف يسوي كبسات ويختار غصبا عنه اجبرته يعني من فوائد الغربه ان تخلي الواحد يعتمد على نفسه ايش الطبخة اللي كنت تسويها انت في رمضان مشهور فيها بين الشباب والله طال عمرك لا الحمد لله احنا تطورنا ابشرك احنا في منطقه دائما انا ما اجي منطقه الا واسال اللي موجودين فين الذبائح؟ فين الذبائح؟ فين التشوز؟ فين الخرفان؟ فين؟ في قبيلة على فكرة جيت شيكاغو أول ما جيت. إيه. في قبيلة هناك ترى مو القبائل عندنا هنا بعد بس. حتى هناك في قبائل. ففي هناك يقال لهم آمش. هذول قبيلة فخمة. إيه ذا لا. رؤساء رؤساء عجم. قبيلة فخمة. نعم نعم. مطاليق. فعند هذول ساكن في زي ما تقول بدو أمريكا. الرياض.
لا لا مو بال هذول هذول من الهنود الحمر هذول بنت بيت انت بدأت تعريف سلطان بدأ يقلب عارفهم ايوه لا رسالة فهذول هذول عايشين على الخيول إلى الآن وطلعوا يبعدون منا تقريبا ساعتين قط بسيطة نحرك لهم ما شاء الله عاد عندهم خرفان عندهم تيوس طب وتخير طب وتنق نفس اللي عندنا ولا لا حبيبي والله شف لحمته بيضاء انا اقطع عمرك لحمته بيضاء والمرقه بيضاء ما تلقى اللون هذا اللي عندنا عشان ما شاء الله على الطبيعه سقر فكل ما نقلت من منطقه لمنطقه رحت لوس انجلوس وسالت بعد تعرف من راعي غنم راعي لوس انجلوس يميزها المكسيكان هناك وقريبين من جونا يعني الذبايح والطبخ وذي والمقلقلات الامور ذي بعدين من فوائد الابتعاث بعدين عندي مصالح العلوم كنت مع الشباب عندي مناك تصرخ التيس مبهر جاهز على طول على طول والله جوعتني والله لا افتكر في اول رمضان مر علينا في كندا طيب هات يا ماجد تفضل لا بس على طار الاكل يعني في رمضان اول رمضان مر علينا في كندا كان فطوره في ماكدونالدز يعني كنا على المغرب وكنا على هذا الحال قبل الفطور بنص ساعه نروح ماكدونالدز احنا الشباب ونفطر يعني فاست فود ما يقفل ما كنتوا تطبخون والله حتى الله المستعان ورطه بس عشان نوازن انت قلت الدراسه احنا ندرس ما عندي وقت اقعد اي شوف اللي والله يبي يطبخ يدرس لا احنا ندرس ونضطر ناكل ايش ما كان في احد من الغير المسلمين جيرانكم يعني يحتفي بكم في رمضان يقدم وجبات شيء كان في تفهم ترى الخير موجود في كل مكان حتى في امريكا ما شاء الله المساجد هناك ما ياخذونها على انها مسجد فقط مركز إسلامي من من عهد النبي صلى الله عليه وسلم المسجد منطلق لاشياء كثيره يعني اشياء اجتماعيه حلول مشاكل تربيه اطفال تربيه فميزة المدينه اللي كنت فيها الاولى كان فيها مسجد وما شاء الله حتى في تجار مسلمين يعني يتبرعون بالفطور هذه كانت في وقت الزنقات تجي تلقى ما شاء الله يعني فطور متبرع به يعني من ما شاء الله على طيلة رمضان فهذه وقت الزنقات غير المسلمين كيف كان تعاملهم معكم في رمضان كان في تفهم لكم كمسلمين يحترمون لا يقدرون خصوصا يعني مثلا في المعهد لما نجي طبعا بغض النظر عن الاشياء اللي تشوفها هذه لازم انك يعني تغض بصرك لكن اتكلم كاحترام لعقيدتك ولامورك بالعكس يقدرونك لانه لما يشوفون انك صايم من الساعة 6 ولا 5 الى الساعة 8 في الليل وملتزم بهذا الوقت يعني هذا يدل على انك انسان كبير. انسان ملتزم في امور حياتك هذا شيء كبير عندهم جميل حتى لما تصلي حتى لما هذه يعني ما الواحد ما يواجهها الا لما يجرب لما يطالع لما مثلا يطبقها قدام الامريكان بالضبط يعني شوف طيب سؤال. اخر سؤال معك تفضل حبيبنا صالح انت ما شاء الله عليك يعني شاركت في برامج كثيره واخذت خبره فنيه بس ابغى اعرف صالح هل هو الان يحس نفسه مكتفي فنيا ولا برضو ممكن يتدرب اكثر او كذا والله اللي مكتفي فنيا يقعد في البيت انا اشوف انتهي اي هذا انتهى خلاص مات انا اعوذ بالله من كلمه انا اعتبر نفسي باقي في بدايه الطريق يعني الاعمال الماضيه هذه ما هي الا يعني مقدمه فالشغله هذه ان الواحد يكتفي في اي مجال إن كان مستحيل راح يعني يتقدم خطوه لما طيب ايش ممكن نسمع في الختام في شيء عن مكه في شيء عن القضايا الاجتماعيه انت قلبت الحين اشياء عاطفيه ما شاء الله نساك موتك والله شوف لازم انك ممكن ناخذ من كل سعر السوق سعر السوق هو لازم انك طيب. يعني لا ما شاء الله انت في كل الالوان تتطرق لجميع المواضيع صحيح. لكن بذكاء يعني مو باي موضوع صحيح نعم حتى الاشياء العاطفيه كنت تطرحها حقيقه يعني راقيه إيه الحمد لله مش إيه في بعض الغزل ما في مشكله بحد ذاته لكن في بعض الغزل اعتبر يعني فاحش نوعا ما صحيح طيب فنسمع حاجه بس غير الغزل احنا في رمضان طيب والليله جمعه عن مكه عن مكه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليله الجمعه كما تحب في قضايا اجتماعية احنا برنامج اجتماعي حاجة حلوة كذا نختم فيها شور اللي بالفسحة الشباب يذكروك قاعد قبل العتاهية ايه طيب هذه الجديدة اللي لابو العتاهية ايه نعم كانت كذا وعظية ايه جميلة الحمد لله طبعا هذه كانت أول تجربة لك ايه كانت أول تجربة استبدعت في الفصيح الله يعطيك العافية والله يكرمك
لكن انا ما توقعت ردود الافعال كما توقعت صراحه. ما شاء الله. خصوصا حلو. خصوصا يعني تعرف ابو العتاهي شاعر كبير ويعني غني عن التعريف تاريخيا وحتى الى الان يعني فارض نفسه. فانك تصل بهذا العمل الى طبقه المثقفين مثل الاستاذ مستعلي بالخير محمد الرطيان كاتب المعروف الاستاذ صالح الشيحي كلهم ردوا عليه في تويتر ورسائل خاصه سووا لك تويت والامير الله يطول عمره عبد الرحمن مساعد يعني رد علي خصوص العمل هذا بالتحديد يعني دون اي عمل اخر هذا شيء يعني الواحد يحس انه فعلا في بعض المجالات تستاهل والله الله يعطيك العافيه والتنوع اللي عند الفنان هذا شيء جميل ارضى كل الاذواق الحمد طيب ايش حنسمع طيب نسمعكم اياه في اي موضوعنا الثلاثه عندنا مكه رمضان قضايا اجتماعيه او ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم الليله جمعه اللهم صل وسلم بارك عليه اللهم صل على محمد نسمعكم من الحوادثه حقت ابو العتاهي نعم طيب طيب بس هذه وعظيه احنا نبغى شيء مكه ولا طيب اعطينا مكه رمضان قضايا اجتماعيه والا على النبي صلى الله عليه وسلم بلاد حباها الله امنا وكعبه بلاد حباها الله أمنا وكعبة يصلي إليها الناس فرضا محتما وآياتها ما دام للناس قبلة بها بينات تنثر الأفق أنجما مقام خليل الله فيها محجبا مقام خليل الله فيها محجبا ومشرب إسماعيل ومشرب إسماعيل من بئر زمزم في عيوني في يميني كعبتي قدسي وديني كعبة الله ملاذ للبرايا من سنيني للبرايا من سنيني في عيوني في يميني كعبة قدسي وديني كعبة الله ملاذ للبرايا من سنيني للبرايا من سنيني قدس الله رباها أقوى من كل الحصون قد حماها الله دوما فاقرأوا سفر القرون فاقرأوا سفر القرون في عيوني الله كعبتي قدسي وديني كعبة الله ملاذ للبرايا من سنيني للبرايا من سنيني قبلة للناس دامت موطن الهادي الأمين قبلة للناس دامت موطن الهادي الأمين إنني أفدي ثراها فاطلبوها في عيوني فاطلبوها في عيوني في عيوني الله كعبتي قدسي وديني كعبة الله ملاذ للبرايا من سنيني للبرايا من سنيني يعطيك العافية أبو صلوح نسأل الله عز وجل أن يزيد هذا البيت تشريفا وتعظيما ويكرمنا بجواره والأنس بذلك شرفتنا وأنستنا ومضى الوقت سريعا معك وخسرنا حقيقة كثير من الوقت سامح الله اللي كان السبب الله يسامح وتأخرت علينا شوي لكن
قليل منك يكفيني وقليلك لا يقال له قليل. الله يعطيك العافيه. الله يرضى عليك خالد. وكانت ليله ممتعه معك ومع الشباب. الله يسعدك. يعطيك العافيه والله شافت صالح. الله يرضى عليك. طول عمرك والله تشرفت دكتور خالد. الله يحفظك ويبارك فيك. لهم يومين، يوم دروا انك تجي وهم مبسوطين، ما يسولفون الا صالح صالح. الله يسعدك وياهم، انا والله اني اكثر بسطا منكم. الله يرضى عليك. وسواء الاستاذ المشاهدين ولا انتم عيني في راس، وسعيد جدا بتواجدي معاكم. الله يسلمك دكتور خالد مع الشباب كلهم. يحفظك ربي يا مصلوح، وترجع بالسلامه ان شاء الله، وتعود لنا محملا بالماستر والدكتوراه باذن الله من امريكا. باذن الله ننتظر هديه العود اللي كانت قبل شهرين. هذه موجوده بس حنوزعها بعد الهواء. باخذك معي في هدايا ان شاء الله. الله يسعدك والله. حنوزع الهدايا ان شاء الله من الدخيل للعود لضيفنا وللشباب اللي حيختارهم مصلوح. بس بعد ما نطلع بعد نهاية هذا البرنامج نتقابل إن شاء الله على خير بحول الله عز وجل غدا في الكرويتة. ونذكر بأنه هذه الليلة جمعة، نختم بالصلاة والسلام على خير الورى محمد صلى الله عليه وسلم. نشوفكم على خير إن شاء الله. استودعكم الله. مكة الهدى وأمان، حبيبة الرحمن، هنا ربيع النور يحلى بها رمضان.